موسم رمضاني جديد على الأبواب، وإعلانات دراما رمضان التشويقية نقلت لنا ملامح عن موسم واضح أنه هيكون موسم غني وممتع ومشوق جدا. الحقيقة أنه الموسم السنة دي هيكون مليان مفاجآت، عودة مجموعة من النجوم اللي بنعشقهم، توليفة كده جديدة يا محمد. صحيح جمانة، عودة مرة أخرى لنجوم غابوا عن شاشة رمضان السنين اللي فاتت. مسلسلات الشركة المتحدة السنة دي مقدمنا وجبة فنية غنية جدا فيها كل ألوان الدراما. هنرحب بضيفنا اللي منورنا في صباح الخير يا مصر، الناقد الفني علي الكشوطي، ونتكلم على أهم كده الملامح الخاصة بالخريطة الرمضانية 2024. صباح الخير وكل سنة وانت طيب. صباح الخير أستاذ علي. يعني أولا عودة مرة أخرى للنجوم بعد غياب، يحيى الفخراني يرجع مرة تانية بعد غياب أكتر من سنة بمسلسل عتبات البهجة مع المخرج الكبير مجدي أبو عمير اللي عمل معاه يتربى في عزه، يعني صحيح. من أجمل المسلسلات ونص مهم جدا للكاتب الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد. عودة مرة أخرى للملك يحيى الفخراني. والله هو السنة دي يعني واضح كده الموسم هيبقى قوي جدا، لأن في الفخراني، في كريم عبد العزيز، في مجموعة كبيرة من النجوم بمختلف الأفكار يعني متجمعين كلهم على شاشات المتحدة. يمكن مسلسل عتبات البهجة واحد من أكتر المسلسلات المنتظرة طبعا لتاريخ يحيى الفخراني الطويل من النجاحات في مجال الدراما، بالإضافة لأن هو ديو نجح جدا هو مجدي أبو عمير المخرج الكبير، فبالتالي الناس منتظرة تتفرج على المسلسل. مسلسل كبسولة صغيرة، ما هوش 30 حلقة 15 حلقة، وده نهج انتهجته الشركة المتحدة في أنه يبقى فيه مجموعة كبيرة من الأعمال 15 حلقة، لأنه بيفتح مجال أكتر للنجوم أكتر يشاركوا والفريق عمل كبير يقدر يتابع يعني. طيب كمان في عودة تانية لسيمون. سيمون يعني في جيل الثمانينات والتسعينات مرتبط بيها، ويمكن مؤخرا هي غابت عن الساحة بس رجع تاني في صيد العقارب، وعايز أعرف منك عودة سيمون أنت متخيل هتكون شكلها عامل إزاي؟ والله سيمون يعني نجمة كبيرة، والحقيقة عندها مهارات كتير جدا أكتر من الغنى، يعني غنى وتمثيل. يمكن صحيح. هي اكتشفت نفسها في التمثيل مؤخرا، غابت عننا شوية عن مجال المزيكا، ولكن أتمنى أن هي ترجع تفكر تعيد تاني تقديم أغانيها أو تنتج أعمال جديدة، لأن هي يمكن مؤخرا كانت عاملة كذا حفلة وكانت مكسرة الدنيا قد إيه، يعني لسه الجمهور مرتبط بأغانيها وحفلاتها. عودتها للدراما طبعا سيمون يعني أثبتت جدارتها بشكل كبير كممثلة، ومشاركتها السنة دي أعتقد هتكون مشاركة متميزة، لأن واضح أن تركيبة الدور تركيبة مختلفة جديدة عليها، وبنشوفها زوجة تانية لرياض الخولي في المسلسل. واضح أن هيبقى فيه تفاصيل كتير سواء اجتماعية بقى أو يعني تعرف دايما أن الزوجة التانية بتبقى وراها قصص كبيرة في الدراما المصرية، فأعتقد أنه هيبقى من الأدوار المنتظرة لسيمون، وهي دايما بتتحدي نفسها في أعمال يعني أدوار تحس أن هي مختلفة تماما عن شخصيتها، بتتحدى فيها نفسها وتقدمها بشكل جيد. إمبراطورية ميم، نشوى مصطفى، وفكرة العمل الجماعي، لأنه يعني يحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فكرة إتاحة فرص لوجوه وأصوات شبابية جديدة في الدراما المصرية. فكرة العمل الجماعي وإمبراطورية ميم. أنا أولا مبسوط بفكرة المسلسل وهو تقدم يعني ترجع القصة لأصلها من خلال المسلسل، ويبقى البطل هو المختار أو الفنان خالد النبوي. ومبسوط جدا لعودة نشوى، لأن نشوى مصطفى فنانة متميزة جدا، ويمكن مؤخرا هي ما كانتش يعني اعتمدت على تقديم برامج أكتر، عندها قدرات كبيرة مش بس في مجال الكوميديا، حتى في التراجيدي أو تقديم الدراما العادية بعيدا عن الكوميديا عندها إمكانيات كبيرة، ورجوعها ده أكيد شيء كويس جدا لجمهورها وليها نفسها. يعني حتى كان ليها تصريحات بتتكلم على أن هي قالت المخرج محمد سلامة أن هو اتعامل معايا لأن أنا لسه موهبة شابة وببدأ حياتي، رغم تاريخها الفني الطويل. رغم تاريخها الطويل، وده يمكن الروح اللي بتفرق بين الممثل والتاني، أن الممثل بيتعامل مع نفسه على أن هو لسه عنده كتير وبيحاول يكتسب مهارات أكتر، أو اللي هو يعني خلاص استكفى وبالتالي مش بيدور على تحديات جديدة. هي بتطلع في دراما رمضان في المسلسل إن شاء الله إمبراطورية ميم شقيقة خالد النبوي، فنان كبير طبعا،
ويمكن هي برضو اتكلمت عن فكرة ان هي ده تقريبا العمل السادس اللي بيجمعها بخالد النبوي، ففي تاريخ كبير وكيمياء بينهم. فاعتقد برضو ان هو هيبقى يكون دور مختلف وشيء جميل ان احنا نشوف نشوة تانية على شاشة الدراما. طيب استاذ علي، اعمال قائمة الاعمال ال 15 حلقة مؤخرا بقى في يعني قطاع كبير من الجمهور بالعكس هو بيحب ال 15 حلقة، اعمال 15 حلقة انها بتكون رتمها سريع ودي سمة العصر زي ما بنقول. خليني في البداية اعرف من حضرتك قائمة الاعمال ال 15 حلقة. احنا في الشركة المتحدة قدم حوالي 19 عمل، منهم 9 اعمال 30 حلقة و10 اعمال 15، منهم بابا جي ومنهم امبراطورية ميم وعتبات البهجة ومجموعة كبيرة يعني بدون سابق انذار. ويمكن زي ما كنت بتكلم في الاول ان الشركة المتحدة انتهجت النهج ده علشان تقدر يبقى في توزيع اكتر عدالة للممثلين اللي موجودين، ان هو يفتح مجالات اكبر للشغل للناس دي بحيث ان هم يبقوا يعني بدل ما تختصر 30 حلقه في كاست واحد بس يبقى الكاست متقسم على اثنين، وبالتالي العمليه الانتاجيه تصير بشكل اكثر سلاسه يعني، ويبقى في مجال اكبر لمشاركات كتير. من الجوانب كمان الايجابيه والجميله في رمضان السنه دي فكره العوده مره اخرى الى النصوص الادبيه، وهي مصدر مهم جدا لثراء الدراما طول تاريخها. شفنا ده في النص إبراهيم عبد المجيد عتبات البهجة، الرواية اللي تحولت إلى مسلسل يحيى الفخراني عتبات البهجة. شفنا ده كمان في إحسان عبد القدوس إمبراطورية ميم، وجودر الصياد لياسر جلال فكرة استحاء النصوص ألف ليلة وليلة. شايف ده عنصر مهم إزاي في إثراء الدراما وتقديم دراما مختلفة متميزة؟ شوف يعني هو ده من اهم العناصر الموجوده في دراما رمضان السنه دي، ويمكن احنا بنطالب ده من فتره طويله ان هو النصوص الادبيه ترجع مره تانية، لان هي بتبقى يعني عالم غني جدا بالاحداث. واحنا في مصر عندنا تراث كبير جدا من الروايات الادبيه او الاعمال الادبيه اللي تصلح ان هي تتحول لافلام او مسلسلات، وبنشوف قد ايه لو رجعنا كل الاعمال الماخوذه عن نصوص ادبيه هتلاقيها اكتر غنى على مستوى الاحداث، وبتخلي الجمهور يرتبط بيها بشكل كبير، لان في الغالب بيكون في جمهور للروايه نفسها، وبالتالي بيبقى عنصر جاذب ان هم يتفرجوا مره ثانيه على الاعمال. ويمكن خالد النبوي كان ليه برضو تجربه واحه الغروب، كانت برضو اعتقد ماخوذه عن نص ادبي، وهي مش عايزه اقول نجاحها مضمون بس نجاحها بنسبه كبيره مضمون. طيب استاذ علي، احنا عندنا منصه مصريه مهمه جدا هي منصه واتشت. فكرة أن يكون عليها أعمال من بقى مواسم رمضانية وغير رمضانية كتيرة جدا، وأعمال حتى أفلام ومسرحيات كتير جدا، لكن لو نتكلم عن موسم رمضان تحديدا وفكرة عرض المسلسلات في نفس التوقيت على منصة واتشت، أهمية ده إيه؟ وكمان فكرة وجود الأعمال ال 15 حلقة، لأي مدى الاتنين بيساعدوا بعض؟ يعني وجود منصة زي منصة واتشت وحتى الأعمال ال 15 حلقة. شوفي، انا منصه واتشت من المعجبين بيها جدا وبوجه لهم كل التحيه، لان هم الحقيقه عندهم استراتيجي قويه جدا وعندهم جراه ان هم يعتمدوا على المواهب الشابه والشباب الممثلين، وكسبوا الرهان في اكتر من حاجه حقيقه، سواء في بلطو او في حاله خاصه او في اكتر من عمل اتقدم على المنصه. فانا بشكرهم جدا ان هم بيتيحوا الفرصه دي للشباب سواء كانوا ابطال او حتى كمخرجين ومؤلفين. فكره المنصه يعني بالنسبه للجمهور ده شيء رائع، وبالنسبه حتى للاعلاميين والصحفيين وكل الناس اللي هي ما عندهاش وقت ان هي تقعد تتابع الاعمال دي على الشاشه، بتقدر تستفيد من ان هي تشوف الاعمال دي بدون اعلانات طب على المنصه، وفي نفس التوقيت اللي بتعرض فيها العمل على الشاشه، وبالتالي في اي وقت يعني ممكن تسترجعها في اي وقت، مفيش وقت محدد او زمن عرض زي اللي بيحصل في شاشه التلفزيون. بالظبط، احنا كمان الحياه بقى وقعها اسرع وطول الوقت في مشتتات تقدر تخليك تضطر تقوم من قدام التلفزيون ما تتفرجش، فبالتالي ان هو بيوفر لك وجبه الدراما دي بشكل سهل، ده في حد ذاته يعني ميزه كبيره جدا، خصوصا ان هو رمضان بقى مشحون جدا في الوقت، سواء لست البيت او حتى لرجل البيت او حتى الشباب اللي عندهم تفاصيل كتير جدا في اليوم. جميل. طيب القضيه الفلسطينيه، قضيه الشارع دلوقتي واللي كلنا بنهتم بيها وتفاصيلها، مش غايبه عن دراما رمضان، حاضره وحاضره بقوه كمان في مسلسل مليحه.
شفت اختيار الفكرة واختيار المضمون وتقديم كمان القضية بشكل إنساني، ما هوش بشكل سياسي أو تاريخي مباشر، لا يعني اختيار مليحة وتقديم القضية الفلسطينية ببعدها الإنساني أكتر. أشوف هو مش غريب على الشركة المتحدة صراحة أن هي يعني هي حطت على عاتقها فكرة دراما الوعي، وبقالنا فترة بنتابع النوع ده من الدراما، سواء في اختيارات مثلا زي الاختيار أو كتيبة 101 أو حرب، على مدار دورات رمضانية كتير فاتت في دراما للوعي، دراما بتوعي الناس بالقضايا اللي موجودة في مصر والوطن العربي، بتفهم الناس إيه اللي كان بيحصل في الشارع المصري، المؤامرات اللي كانت بتدار. فكان من الذكاء جدا ان هم يقدروا يلقطوا الخيط بسرعه ويواكبوا الحدث اللي حاصل في غزه بان هم يقدموا مسلسل مليحه. ويمكن احنا كشعب بنتاثر اكتر بالدراما عن ما بنشوف مشاهد الحرب، يعني طبعا صحيح. احنا مستكفيين جدا ومتالمين جدا بمشاهد الحرب اللي بنشوفها في نشرات الاخبار، ولكن التأثير الأكتر والأقوى بيبقى في الدراما في أنت تجيب الجانب الإنساني، الجانب تعيش القصة من أولها. الكاميرا النشرة مش بتقدر تجيبه، يعني اللي وراه حكاية وقصة، يعني بالظبط، لأن طبعا قصص إنسانية، يعني في الأغلب نشرات الأخبار أو المتابعة الجرايد بتبقى بتتعامل مع الناس دي على أن هي أرقام، ضحايا قد كده، شهداء قد كده، ولكن الحقيقة أن هو ورا كل رقم من دول في قصة وفي حدوتة وفي نجاحات وإخفاقات وفي حياة يعني. طب صحيح. طيب استاذ علي، الحقيقه انه يعني في نجوم بالرغم من النجاح اللي بيحققوه في الموسم الرمضاني تحديدا، الا انه ده بيمثل لهم خلينا نقول تحدي اكبر او مسؤوليه اكبر، فبيبقى في الموسم اللي بعده بيبقى على قد ما هو خارج طبعا من نجاح كبير جدا ومحقق نجاح كبير جدا، الا انه بيكون قدامه تحدي كبير جدا، الناس بتبقى مستنيه منه تقدم وخطوه اكبر. شايف مين النجوم اللي قدامهم تحدي اكبر الموسم ده عن الموسم اللي فات؟ كانوا متواجدين ومتواجدين كمان الموسم ده. ولا انا بشوف التحدي الاكبر او الرهان الاكبر في دراما رمضان السنه دي هو الحشاشين. يعني كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، يمكن هو المسلسل اتحضر له او كان المفروض يتصور السنه اللي فاتت ويتعرض، ولكن تم تاجيله للسنه دي لان هو بميزانيه ضخمه جدا، بيتصور في حوالي 3 قارات. الديكورات مكلفه جدا، الاكسسوارات والازياء مكلفه جدا، أشياء كتير جدا في المسلسل ده بتمثل تحدي كبير السنة دي. يمكن القصة نفسها مختلفة وبعيدة عن أذهان الناس أو ما هيش قصة متداولة، هي يعني اكتشاف نقدر نقول عليها. أستاذ عبد الرحيم كمال عامل مجهود كبير جدا في السيناريو، يمكن من الصور اللي ظهرت والتريلر اللي ظهرت أو البروموهات المسلسلات واضح إن فيه مجهود كبير جدا على الشاشه احنا هنشوفه السنه دي. وخصوصا الدراما التاريخيه محتاجه انتاج قوي جدا، لانه دلوقتي في دراما تاريخيه منافسه قويه جدا، انت محتاج تطلع صوره وجوده مميزه ومختلفه، وكمان على مستوى النص لازم يبقى نص مختلف لما تتكلم عن الدراما التاريخيه. وده هيخليني اسال حضرتك بعين الناقد، لاي مدى احنا جمهورنا بدا يحب الدراما التاريخيه دي؟ يعني دايما احنا بنحب الكوميدي، بنحب الاجتماعي اكتر، إلى أي مدى لا الدراما التاريخية حجزت ليها مكان عند المشاهد المصري؟ والله المشاهد المصري مرتبط جدا بالدراما الدينية والتاريخية من سنين طويلة، يمكن التلفزيون المصري كان من أكثر القنوات اللي كانت بتعرض أعمال روائع في رمضان، وأنا فاكر إن تقريبا كان بعد الساعة 12 في مسلسل ديني أو تاريخي بيبقى مهم جدا موجود بيتعرض. ففي ارتباط كبير جدا بين المشاهد المصري وبين الدراما التاريخيه والدراما الدينيه، او حتى الدراما الفانتازيا، يعني الف ليله وليله اللي هو ياسر جلال هيبقى جودر. لينا تاريخ معاه مع ممثلين كتير مع قصص مختلفه، فالجمهور المصري محب للتاريخ ومحب للاعمال الدينيه، ويمكن الاعمال المنافسه اللي حوالينا ما هياش بنفس قدر الوعي في تقديم القصة اللي بنشوفها في مثلا زي رسالة الإمام السنة اللي فاتت والسنة دي مثلا الحشاشين أو حتى ألف ليلة وليلة أو جودر بتفاصيل القصة الفانتازية. ففي ارتباط كبير، وأعتقد أن الجمهور لما داق شكل الدراما التاريخية في رسالة الإمام أو الدينية بالنسبة للمصريين حس أن هو لا احنا قادرين أن احنا نقدم أعمال تنافس على مستوى عربي ومستوى عالمي. واعتقد ان اللي تابع مسلسل رساله الامام شاف قد ايه في تميز على مستوى الديكورات، على مستوى الازياء، على كل مستوى كل شيء، حتى الحدوته نفسها ما هوش
مسلسل تاريخي او مسلسل ديني لمجرد ان احنا عايزين نقول ان احنا بنعمل مسلسل، لا، في رساله صحيح مهمه من ورا. طيب بشكل شخصي بقى، ترتيب الاعمال على قائمتك ايه؟ انا بميل اكتر لكريم عبد العزيز طبعا، الحشاشين، استاذ يحيى الفخراني، عتبات البهجه برضو من الاعمال المنتظره بالنسبه لي، غاده عبد الرازق في صيد العقارب، يعني غاده اعتقد ان هي السنه دي ما اقدرش اقول عوده بس اقدر اقول تركيز اكتر، واضح ان هو العمل هيبقى مختلف، وغاده من الفنانات اللي هم المميزات جدا في مجال الدراما، هي ممثله ثقيله يعني نقدر نقول. طبعا كبير قوي من الاعمال برضو اللي احنا بنحرص على مشاهدتها بشكل كبير. بابا جه اكرم حسني هيكون برضو كوميدي، من الكوميدي. نيلي كريم في مسلسل الفراوله. اعمال كتير صراحه، الواحد هيبقى عنده صعوبه في يفاضل ما بينهم، بس يمكن منصه واتشت هي اللي بتسهل العمليه عشان الواحد يقدر يتابع بشكل اسرع واكبر. مين من الوجوه الجديده علي الكاشوطي ممكن يعني عينه تروح عليه، او شايف انه في رمضان ده ممكن يقدم لنا مفاجاه؟ والله عصام عمر صراحه من ضمن الناس، واحمد داش، يعني احمد داش دايما بيفاجئنا وبيكسب الرهان، يمكن عصام عمر ده تاني رهان ليه بعد بالطو، واعتقد ان هو يستحق الفرصه ويستحق ان هو يبقى مسؤول عن المسلسل او بطل المسلسل، واعتقد ان شفنا الصور والبرومو واضح ان هو في شيء مختلف، هو يستحق الصراحه، موهوب جدا جدا يعني. طيب يمكن دي على صعيد الوجوه الجديده، على صعيد بقى الادوار الثانويه، شايف مين او بتراهن على مين او حاسس مين اللي هيعمل لنا مفاجاه؟ والله في الادوار الثانويه في احنا عندنا يعني نجوم الصف الثاني او حتى نجوم الصف الثالث، عندنا فيهم تميز كبير جدا على مستوى الاداء، ويمكن دايما بقول ان مصر بتفاجئنا بممثلين ممكن يكونوا بيقدموا ادوار صغيره وبسيطه، ولكن بتلاقيهم مع التكرار فجاه ممكن ياخدوا مساحه كبيره، يعني الاستاذ احمد فهيم بتاريخه الكبير ده مثلا شفناه في جعفر العمده، كان من اكثر العلامات المهمه في المسلسل، بنشوفه تاني السنه دي اعتقد في مساحه اكبر، وبعد كده ان شاء الله يبقى في مساحات اكبر واكبر. من نجوم الشاشه لنجوم الورق ونجوم الصوره، يعني برضو يحسب انه بنقدم يعني كتاب جداد، كتاب سيناريو، مخرجين كمان جداد، يعني عناصر العمليه الفنيه فيها روح شبابية كده مختلفة، وبنشوف أسماء جديدة، وده مهم جدا عشان صناعة الدراما في مصر، مش بس التركيز فقط على النجم اللي بيطلع قدام الكاميرا، لكن عندي كتاب نصوص وورق ومخرجين جداد كمان. شايف مين من الأسامي الجديدة اللي طلع؟ شوف والله هو دايما موسم دراما رمضان بيكون موسم اكتشاف لناس كتير جدا، ويمكن مثلا محمد عبد العزيز المخرج اللي هو قدم حاله خاصه بنشوفه برضه في دراما رمضان السنه دي. بالنسبه لي محمد من ضمن اهم الشخصيات، اللي هو مخرج جديد ما كناش نعرفه، قدم اعمال افلام قصيره اثبت قيمه كبيره، تولى مسؤوليه مسلسل كبير زي حاله خاصه، كسر الدنيا، وصل لكل العالم، قضيه مختلفة، فكرة ان انت تدمج اصحاب التوحد في المجتمع، صحيح. المسؤولية كانت كبيرة ولكن نجح فيها، فبالتالي سمعت مع الناس اعمال تانية. قيس بقى على ده هتلاقي فيه نماذج كتير جدا في التصوير وفي الاخراج وحتى على مستوى الكتابة. فمصر دايما بتفاجئنا بمواهب كتير، احنا بس محتاجين نديهم فرص اكتر، صحيح. وده اعتقد الفترة الجاية هيبقى في توسع وده حاصل يعني بالفعل حاليا يعني. طب احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد الفني علي الكاشوطي، نورتنا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير، شكرا جزيلا. صباح الخير عليك، نورتنا وشرفتنا استاذ علي.